الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة المتابعين ديال الصفحة ديال هدى تي في ألف الأخير في الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة المتابعين الناس المحسنين الناس اللي يحبون الخير بدون شك تابعتم على الفيديو ديال الأخت اللي كانت في الكلينيك على أساس أنها تدير واحد العملية ديال القلب قدر الله ما شاء فعل ما استطاعوش يديروا لها العمليه لان ما عندهاش امكانيات باش تخلص العمليه الكلينيك طلبوا لنا تخلص الفلوس كاش كما تعرفوا العائله ديالها استطاعوا يجمعوا واحد المبلغ اللي هو عباره عن 40,000 درهم 4 مليون مغربيه تقريبا شي 4000 اورو والتكلفه ديال العمليه 7000 اورو 7000 اورو التكلفه ديال العمليه اللي غادي نخصها دير واحد العمليه ديال الصمامات ديال القلب فلهذا اضطروا انهم يخرجوا من الكلينيك ويجيبوها للبيت كما تشوفوا الحاله ديالها خطيره فهذا النداء ديالنا للقلوب الرحيمه والناس المحسنين اللي تتعاونوا معنا تتعاونوا مع الفقراء تتعاونوا مع الناس الضعفاء انكم تتعاونوا مع هذه الاخت هذه باش نكملوا لها المبلغ باش نديروا لها العمليه ان شاء الله تعالى في اقرب وقت لان الدكتور تيقول لها خصها تدير العمليه في اقرب وقت لان عندها الصمامات مسدودين لها ديال القلب وكما تشوفوا الحاله ديالها لا حول ولا قوه الا بالله لهذا يا الاخوان سبق الزوج ديالها دار واحد النداء اللي شفتوه في الفيديو الاول فاش كانت في الكلينيك الان خرجها من الكلينيك لانه ما قدروش يديروا العمليه خصها تكمل الفلوس ديال العمليه النداء ديال القلوب الرحيمه والناس المحسنين تعاونوا مع هذه الاخت باش نكملوا لها المبلغ نديروا لها العمليه في اقرب وقت ان شاء الله تعالى وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.